اختراعي. يعني هو اصابع الست او بيسموها صوابع الست او جلاش، لفايه بجلاش، بس انا هحشيها بحلاوه المولد. دايما كان بيفضل عندي شويه حلاوه المولد بعد ما بيخلص مولد النبي. هننزل السمسميه وهنقول السمسميه الاول، خلينا في السمسميه. كوبايه سكر، كوبايه سمسم، معلقه زبده، ربع معلقه صغيره بيكربونات الصودا، مش هستعمل فيها جلوكوز، دي بسيطه، طريقه ست البيت البسيطه. كوبايه سكر، كوبايه سمسم، معلقه زبده، ربع معلقه صغيره بيكربونات الصودا. بيكربونات الصودا هي كربوناته، هي البيكنج صودا، كلهم واحد خلاص. هي صودا الخبز برده، الاربع حاجات دي هما مسميات لحاجه واحده. يبقى كل كوبايه سكر هستعمل لها كوبايه سمسم، معلقه زبده، وربع معلقه صغيره كربونات. اول حاجه هحط، بسم الله الرحمن الرحيم، السكر على النار، وعلى ما يتكرمل معايا هقول مقادير صوابع الست. خلاص هخليه كده براحته يتكرمل معايا. هستعمل ورق جلاش، كوبايه سودانيه مجروشه، سودانيه، حمصيه، اي حاجه موجوده عندك من الحاجات بتاعه مولد النبي هتضربيها في الكبه او هتكسريها بالهون، تبقى مجروشه، تبقى يعني شبه الناعمه، مش ناعمه قوي بس شبه الناعمه. خلاص تبقى عامله زي المكسرات بالكروكون كده، نكسرها. وهستعمل نص معلقه صغيره قرفه، ولو تحبي تستعملي مارشميلو ممكن نحط برده عشان اولادي بيحبوه، المارشميلو الصغير مش الكبير، الحبات الصغننه من مارشميلو. وهستعمل شربات، وهستعمل زيت او سمنه ادهن بيهم. يبقى ورق جلاج، كوبايه سودانيه مجروشه، نص معلقه صغيره قرفه، حبات مارشميلو صغيره، وشربات او زيت وزيت او سمنه عشان ادهن بيهم الجلاش. دايما كانت بتقابلني مشكله ان بيفضل عندي حلاوه مولد كتير، فبقيت اعمل ايه، اروح طحناها واعملها في الجلاش، صنف حلو وجديد وبيحبوه الولاد، واستعمل اللي عندي عشان مرميش الحاجات اللي عندي. نبتدي فيها، هنعمل دلوقتي اجي الجلاش، لفه الجلاش بتقسميها اتنين علشان الورقه ما تبقاش تخينه قوي، يبقى كل ورقه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم بقسمها اتنين، بصي كده بالطول اهي. خلاص هشيل ورقه، وبعدين هجيب السمنه، انا هنا هستعمل سمنه سايحه، بسم الله الرحمن الرحيم، هدهنها كويس. وبعدين هجيب القرفة هخلطها مع المكسرات اللي انا بتاعت حلاوة المولد اللي انا جرشاها، ممكن حمصية، سودانية، بندقية، اي حاجة، اي حاجة موجودة عندك هتنفع، حتى ايفن اللي هي بيبقى فيها سكر ابيض ناشف كده دي برضو ممكن تنفع. وعارفين كمان ممكن ينفع ايه، ممكن تحشيها باللذيذة او بمربى جوز الهند، كلها بتنفع، اي حاجات بواقي عندك من المكسرات هتنفع. انا مش عايزاه اتحرق، هخليه ثواني كده يهدى وبعد كده ارجعه تاني علشان اهي، واروح حاطه هنا شويه. عايزه تحطي عليه مارشميلو، بنحط مارشميلو بيسيح بقى جواه، بيبقى حلو قوي. كده كويس، ممكن نحط دي الناحيه التانيه، نجيب دي هنا ونخلي ده كده اهي. اروح قافلاها، هاخد ورقه ورقه قافلاها كده. بصوا حتى لو الورقه قطع حته منها معاكي ما تخافيش، هاتيها بس الحته المقطوعه في الحته الداخليه، يعني ايه؟ يعني الحته الطويله الكويسه تبقى الناحيه دي، وابتدي اشتغل منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الف كده اهو، اهو الفها كده اهو، اهو. حاجه ليلى، حاجه ليلى قطع التليفون، اوكي كلمينا تاني يا ريت. اجي هعمل واحده تانيه كده اهو، زي ما قلنا ممكن تعمليها بمارشميلو، ممكن من غير مارشميلو، اللي انت عايزاه.
تحطي كده اهو كام واحده بس، يكون مارشميلو صغير. الكبير ده هيبقى احنا نسينا ندهن ال ندهن حواليه بقى، مش مشكله. ندهن حواليه مش مشكله، ما يعني اي حاجه نسيتيها الموضوع بيتلحق، ما فيهوش حاجه، مش مشكله يعني. مش لازم تشيلي وتدلقي وتعملي من اول وجديد، لا اتصرفي على طول اهو. بس هو عشان الحرف بتاعته لازقه في بعضها لازم اطلعها بالراحه، بيبقى ورق الجلاش فراجايل يعني هش جدا، فلازم اتعامل معاه بحذر علشان ما يتقطعش معايا وعلشان ما ينشفش معايا. خلاص كده اهو اهي، واروح لفاها لفاها كويس كده اهو. وادهنها وبعدين هدخلها الفرن، فرن 180 لغايه لما يبقى لونها ذهبي. ولما تطلع اسيبها بشربات، بس الشربات ما يبقاش ساقع، يبقى الشربات هي سخنه، سوري يبقى الشربات ساقع ما يبقاش سخن، هي سخنه والشربات بارد عشان تفضل مقرمشه معايا. لو هي سخنه والشربات سخن هتعجن هتبقى طريه، لو هي بارده والشربات بارد مش هتشرب الشربات. لازم يكون واحد دافي وواحد بارد، اوكي؟ دخلها الفرن وهنروح لفصل حالة، هندخلها الفرن ولما تطلع ممكن الشربات كمان ألونه بالقرفة، هيدي شكل حلو قوي معاها. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوا. احنا قلنا حشيناها ببواقي السودانية أو السمسمية أو الحمصية الموجودة عندنا، وبعد كده احنا بنعمل السمسمية اهو. ادي الكراميل السكر اللي احنا حرقناه، يبقى لونه كده ما يغمقش عن كده خالص، علشان قالين حطينا له زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم، لو غمق عن كده هتمرر معايا. نجيبها علشان بس ما شافوش اللون. حاجه ليلى ابص اللون ده يبقى ذهبي، لانه لو غمق عن كده هلاقي ان هي مررت معايا. حاجه ليلى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ عامله ايه؟ طيبه. وانت طيبه، وانت طيبه يا حبيبتي. لو سمحت يا حبيبتي. عينيا. من فضلك والله، عايزه السائل اللي حقنتي بيه الديك امبارح. عينيا هقول لك مكوناته ايه؟ من عينيا الاثنين. وحلاوه السكر اللي بتتفرد على التورته بتتعمل من ازاي؟ من أوكي. ايه؟ اوكي، من عينيا الاثنين ان شاء الله هقولهم لك باذن الله. اللي حقنا بيه الديك واللي حطيناه على الوش. ادي بص اللون كده، هعمل ايه؟ خلاص دابت الزبده، هروح حاطه البيكربونات، ودي نقطه مهمه جدا. هتبصوا بسم الله الرحمن الرحيم، هتفور وابعدها. بصوا عملت ازاي؟ دي علشان تغلف زي ما بعمل في شرب الكراميل، عشان تغلف لي. هجيبها هنا اهو السمسميه، بصوا اهو بسم الله الرحمن الرحيم، هلاقيها غلفتها لي بسهوله، ما عدتش بقى اتك بجامد قوي علشان اعرف اقلبها في السكر. فالكربونات دي مهمه، بس لازم ابعدها عن النار. وبعد كده اهو نكون دهنين صينيه بزيت او رخامه عندي، واروح حاطه السمسميه عليها. ممكن تفردها لنا يا احمد عشان نلحق نعمل الوصفه الاخرانيه، او احمد هيفردها لنا. ايوه بس لسه اخر